تمام، ظاهرة يا دكتور وائل كده. هنجيبها من الأول بقى وفول سكرين. تمام. تمام. كوايت اوفيس. تمام. اتفضل يا فندم. طبعا انا بشكر الدكتور محمد على وجوده معانا، دايما هو طرف ليا. بيفيدنا دايما بمعلومات كتير. احنا هنتكلم دلوقتي على موضوع بنشوفه كتير وبيبقى ميزد كتير جدا في الاي ار، اللي هو موضوع الكاربال انستابيليتي. مبدئيا الكاربال انستابيليتي ليها تعريفات كتير قوي في التكست. هي ببساطه هي loss of the normal alignment of carpal bone او inability to peer the physiological load. ابسط تعريف ليها اللي هو الكاربال ديسفانكشن. قبل ما نتكلم عن الكاربال انستابيليتي، في كام نقطه في الاناتومي لازم نستريس عليها او نبقى فاهمينها. هي في حاجات الدكتور محمد قالها زي الريديال انكلينيشن، ده المقصود بيه الانجل اللي بيعملها في الاي بي الارتيكولار سيرفيس بتاع الديستال ارتيكولار سيرفيس بتاع الريديوس مع الهوريزونتال لاين. الانجل دي افريج 23، هي رينج من 13 ل 30. الريديال لينث ده المقصود بيه الطول بتاع الريديال ستايلويد، افريج بيبقى 11 مللي. البالمر تيلت اللي هو الفولر تيلت بتاع الديستال ارتيكولار سيرفيس، الافريج بتاعه بيبقى من 11 ل 12 درجه. الانجلز زي ما الدكتور محمد قال الكابيتيتو اليونيت زيرو، ده افريج، انما هي نورمالي اراوند ال 15 درجه. السكافول يونيت انجل الافريج بتاعها 47، هي من 30 ل 60 درجه، ده النورمال بتاعها. السكافول يونيت سبيس ده اللي هو المسافه ما بين اليونيت والسكافويد في الاي بي فيو، المفروض انها ما بتعديش ال 2 مللي. الكربال هايت زي ما الدكتور محمد قال هو الريليشن ما بين L2 ل L1، المفروض ان هي بتبقى 0.54. في الريفرسد كاربال هايت ده اللي هو الريشيو ما بين L2 للكابيتيت لينس، ده بيبقى المفروض 1.57. الريست ليجمنتس احنا عندنا مجموعتين من الريست ليجمنتس، الانترنسك ليجمنتس دي اللي بتكونكت الريديوس للكاربس او الكاربس للميتا كاربل، وفي الانترنسك ليجامنت دي اللي بتنكت الكاربال بون. البيست ليجامنت كابسولار او كابسولار هي السترونجر اكسبت السكافل يونيت ليجامنت. الدورزال باند بتاعته هي الماتش مور ثيكر وهي الماتش مور امبورتنت. بالنسبه للموفمنت بتاعت الريست احنا عندنا اكتر من ثيوري بتفصل الموفمنت دي، في اللي هي الرو ثيوري اللي بتقسمه للبروكسيمال وديستال رو، وبتقسم الفليكشن والاكستنشن ان هو معظمه 60% منه بيبقى راديو كاربال و40% ميد كاربال. الالنر والريديال ديفيشن العكس 60 بيبقى ميد كاربال و40 بيبقى راديو كاربال. في الكولم ثيوري اللي بتقسم الريست ل 3 كولم، السنترال كولم اللي هو معمول من اليونيت والكابيتيت ده المسؤول عن الفليكشن والاكستنشن، الميديال واللاترال والالنر كولم دول بيبقوا مسؤولين عن الديفيشن. السنتر اوف ذا روتيشن اوف ذا كاربس موجود في الهيد بتاعت الكابيتيت. في جزء بالنسبه بقى في اثناء الالنر والريديال الموفمنت بتاعت البروكسيمال رول. البروكسيمال رينج بيتغير من اكستنشن بيحصل نتيجه بتاع السكافويد دكتور وائل. الصوت بيقطع عند حضرتك بتاعته بتاعت الليجمنتس، and we have to know الليجمنتس بتاعتنا ايه هي، الاكسترنسك ليجمنتس والانترنسك ليجمنتس. اتمنى الدكتور وائل هل سمعني ولا لا؟ I think ان في مشكله عنده يا فندم في النت دلوقتي. انا سامعك دلوقتي يا دكتور. كويس، اتفضل. طيب ما كويس قوي كده اهو، يبقى let me اوكي. كده حضرتك تقدر تخش على الكاربال انستابيلتيز. الحقيقه في عندنا اكتر من واي تو كلاسيفاي.
انما من احسن الكلاسيفيكيشنز الحقيقه اللي انا بستخدمها او اللي انا بتعامل بيها اللي هي التقسيمه بتاعت لارسن سنه 95 كان قسم الكاربال انستابيلتي لسته كاتيجوريز واكوردنج للايتيولوجي بتاعنا للكرونيستي للديفرنت كوزز اوف كاربال انستابيلتي. فلو احنا بنتكلم على الكاربال انستابيلتي انا معلش انا مش باخد مكان وائل بس انا بديله فرصه لغايه ما يوضب بس البرزنتيشن بتاعته. اتفضل يا استاذ. مهم قوي ان احنا نفهم الكاربال انستابيلتي وزي ما الدكتور وائل قال لنا ان الليجمنتس والاستابيلتي ان هو بتعتمد اساسا على الليجمنتس اوف ذا ريست وذر الانترنسيك او الاكسترنسيك ليجمنتس والاستابيلتي بتاعتنا هنا هو التندونز فيها والماسل باور بتاعتنا بتكون مهمه قوي. انما اكوردنج للايتيولوجي بتاعنا او اكوردنج للكوزاتيف للكاربال انستابيلتي فاتقسمت لسته كاتيجوريز ممكن ان احنا نتكلم عليهم والسته كاتيجوريز دول مهم ان احنا نحطهم في الايديا بتاعتنا وقت ما بنعمل اي ايفالويشن للكاربال انستابيلتي. نمرة واحد طبعا اللي هي كرونيستي في الأكيوت ستيج اللي هي أقل من 1 ويك سب أكيوت لو هي من 1 to 6 ويكس لو أكتر من 6 ويكس الانسيدنس بتاعت الانجري الليجمنتس انجري بتاعتنا فبنعتبرها it's a chronic case. Second category بتتكلم على الكونستنسي constancy ده هي بمعنى ان هل الابنورمال شيب of the corpus بيبقى ثابت ولا بيتحرك معانا. In early cases بيبقى اسمه ال pre-dynamic engine يعني في الacute cases او minor cases او mild cases بيبقى في عندي ligamentous injury بتخلي ال position of the bones بتبقى في nearly a normal position انما مع الستريسز او الابنورمال ستريسز او الانكريز ستريسز على البون بيبان لي الكاربال انستابيلتي بمعنى ان سكافولينيت ليجمنت مي بي سبريند فما يكونش في ديسوسيشن كبير انما يكون في عندي تشينجز خفيفه اللي هي بتبان مع الحالات البري دايناميك اللي هي لو ان الانجري خفيفه او الديناميك اللي هو الكاربال انستابيلتي ده هي ما تبانش الا مع حركه الريست او الستريس اللي عليه. الستاتيك ريديوسبل بمعنى ان انا عندي الديفورمتي اللي موجوده في الكاربس انما it is reducible بمعنى ان عندي ديزي او فيزي ديفورمتي للونيت او الكاربس انما it's reducible لو عملت تراكشن اللونيت هترجع لمكانها واقدر ان انا احافظ على الوضع ده هو لو شلت الستريسز اللي على الكاربس او ان هي ستاتيك ريديوسبل بقى في الكرونيك كيسز اللي هي قديمه الفايبروزس اللي حصلت في الليجمنتس الليجمنتس خدت شكل معين فبقت ستاتيك ريديوسبل. ثيرد كاتيجوري بيتكلم عليها في الكلاسيفيكيشن اوف كاربال انستابيلتي اكوردنج تو ذا ايتيولوجي. نخلي بالنا دايما ان من الممكن جدا يجي لي ودي شفتها مش قليل الحقيقه وللاسف ان في كتير مننا ممكن يقع في المستيك ده يعني طفل صغير عنده 13 14 سنه مش صغير شاب صغير وقع على ايده وهو بيلعب كوره فجالك عملت له اكس راي بصيت ان اللي عنده ديزي اور فيزي واضحه جدا في الناحيه ده يعني بليز اولويز في الهاند اكزامين بوث سايدز. So when you ask for an X-ray, you ask on both sides. وقارن ما بين الناحيتين. في حالات ال congenital joint hyperlaxity أو في lax joints اللي بتبقى موجودة في بعض مش قليل من الأطفال بيبقى عندنا ال lax دهين. دكتور وائل هل الأوديو رجع؟ هو أنا معاك بس كامل دكتور محمد لأن أنا عندي مشكلة في presentation فكامل أنا مع حضرتك. طيب وانس ان حليت بس المشكله بتاعت البرزنتيشن خش معايا لو سمحت او بلغني just let me know. فنقطه الكونجنتال جوينت هايبرلاكسيتي ان هو دي مهمه قوي ان احنا نخلي بالنا من الاطفال الصغيرين او من الشباب الصغيرين او من الناس حتى في الكبار. Lady 20 something years old she fell او اتخبطت او she had a twist وجات لك وعملت لها اكس راي على الانجن سايد لقيت في عندها ايديزي اور فيزي. Please always ask for both sides X-ray.
بلين اكس راي البي اي لاترال العاديه خالص اللي احنا اتكلمنا عليها. يو ماي فايند ان العيانه دهيا عندها الديفورمتي دهيا موجوده الناحيتين, اتس كونجنتال جوينت هايبرلاكسيتي تبقى موجوده. انما ذير از تروماتيك كيسز طبعا اللي بتحصل وبيحصل فيها سكافولينيت او اليونيتراكويترال ديسوسيشن وبيبقى في انجيرد ليجمنتس, ودي بتعمل لنا الكاربال انستابيلتيز العاديه. الانفلاماتوري كيسز لايك روماتويد ارثرايتس اند اذر انفلاماتوري ارثرايتس دي ممكن تعمل لنا لاكستي وريدندنسي في الليجمنتس وجرادولي ات ويل ليد تو كاربال انستابيلتي برضه. اي حالات الارثرايتس due to the abnormal movement in hoan the stresses اللي بتبقى على ligaments بتبقى different and it can cause abnormal shape للligaments او للcarpus as well. Neoplastic cases iatrogenic, خلوا بالكم من يعني حالات الجانجليا. للاسف عدد من زملائنا الدكاتره الجنرال سيرجري اللي بيخشوا عشان يشيلوا الجانجليا لما بيشيلها ممكن ان هو يقطع معاها الكاربال ليجمنتس وهو ما هوش عارف اهميه الكاربال ليجمنت اللي بيقطعه ده هو ايه, ويجي لك بعد كده العيان بكاربال انستابيلتي. And there are other causes of carpal instability. كاتيجوري نمبر 4 بتعتمد على اللوكيشن بتاع الكاربال انستابيلتي. احنا بنتكلم على راديو كاربال ولا بروكسيمال انتر كاربال انستابيلتي ولا ميد كاربال انستابيلتي او احنا بنتكلم على ديستال انتر كاربال انستابيلتي which is very rare. كاربو ميتاكاربال انستابيلتي is not very common and there is specific bone instability بتبقى ممكن موجودة. كاتيجوري نمبر 5 الدايركشن بتاع الديفورمتي اللي موجود عندنا. It's a easy rotation of the lunate or it's a dizzy rotation. It's volar intercalated segmental instability. That means that the lunate has lost its movement. دكتور وائل كان شرح وقال أهمية الليجمنتس بتاعتنا وكان بيتكلم على ان during the flexion وال extension الكاربس moves in a certain way مع الستريسز اللي بتتحط عليها. خلي بالكم ان مفيش اي تندون خالص داخل الايد ماسك في اي كاربس خالص, كل الاكسترنسك تندونز بتعدي الكاربس وتمسك في الميتاكاربس whether volar or dorsal على او الفالنجيز على حسب الانسرشن بتاعها. فالموفمنت اوف ذا كاربس از ريسيبروكال للموفمنت اللي بتحصل ديستال ليه في الميتاكاربلز والفالنجيز نفسها. لو انا عندي السكافويد has always a tendency ان هي تتني لقدام بالستريسز اللي عليها, while التراكويترم has tendency to go dorsally. اللونيت اللي في النص ما بينهم هي بالليجمنتس اتاتشمنت للسكافويد وللتراكويترم اللونيت هي اللي بتمسك العظمتين دول من ان هم يلفوا. So السكافويد عايزه تلف لقدام, التراكويترم عايزه تلف لورا, اللونيت ماسكه في النص. If we have interruption في scapholonate ligament, then the scaphoid will go in flexion. The lunate with triquetrum اللي ماسكين في بعض will go into extension and this is the dizzy type of carpal instability. While there is the reverse will occur if we have lunotriquetral instability, يعني cut between the lunate with triquetrum, the scaphoid and the lunate will go into flexion and the triquetrum will go into extension on its own. فده يدينا اللي هو ال VZ type of instability. Ulna translation, radial translation, palmar, dorsal, proximal translation with migration proximally, or distal migration. These are also different or rare types of instabilities ممكن تحصل according to direction. ال pattern بقى بتاعتها اللي هو category number 6 اللي هو carpal instability dissociative, carpal instability non-dissociative, carpal instability complex او carpal instability adaptive. دي ال different patterns اللي ممكن تحصل ليها ال carpal instability. دكتور وائل حلينا المشكله؟ دكتور وائل انا
معاك يا بيك. لا كمل حضرتك. لا البرزنتيشن بتاعت حضرتك تقدر تخش؟ لا مش عارف ادخلها، عندي مشكله فيها. تحب اكمل يعني؟ just let me know. في حالات الكاربال انستابيليتي الدايجنوزز مهم جدا ان احنا نعرف ازاي تو اكزامن هيستوري بالبيشن رينج اوف موشن اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. هو ذا واي اوف اكس راي، الاكس راي هي الاهم عشان نقدر ان احنا تو دايجنوز التايب اوف كاربال انستابيليتي اللي موجود عندنا. اتكلمنا على الجلولا لاينز قبل كده، والدكتور وائل شرح لنا الانجلز بتاعتنا والميجرمنتس بتاعتنا اللي احنا بناخدها. دكتور وائل الحمد لله دخل اهو. حضرتك خلاص عملنا كلاسيفيكيشن للكاربال انستابيليتي؟ لا انا ما عملتش حاجه، انا كنت بقضي وقت لغايه ما انت تيجي. هو لا حضرتك عملت سامري تقريبا لكل ال لا 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 ارجع ارجع الكلام ده. هو انت بتعدي كلام مهم. ما حضرتك قول له احنا وقفنا كنا عند الايتيولوجي. حضرتك زي ما قلت هما تروماتيك او نون تروماتيك. تمام تمام. ال تقريبا 10% لكل الكاربل انجري بتنتهي بانستابيليتي. الكلاسيفيكيشن زي ما حضرتك قلت انها بتقسم اكوردنج للكرونيستي، ممكن تبقى اكيوت سب اكيوت كرونيك السيفيريتي. ودي النقطه اللي مهمه قوي اللي هي البري دايناميك والدايناميك والستاتيك. بري دايناميك بيبقى عندنا بارشال تير، ما عندناش اي انستابيليتي ولا الاينمنت، القصه كلها بتبقى جاست بين العين بتشتكي منه وفي بعض الموفمنت. الدايناميك بيبقى عندنا كومبليت تير بس ما عندناش مال الاينمنت، المال الاينمنت بيظهر اندر ستريسس. الستاتيك اللي هو بقى فيه كومبليت تير وعندنا بيرمننت مال الاينمنت. الايتيولوجي زي ما قلنا انه ممكن يبقى تروماتيك او نون تروماتيك. اللوكيشن هي مكتبه راديو كاربال، ميد كاربال، بروكسيمال رو، ديستال رو. الدايركشن احنا نورمالي اليونيت المفروض دي اليونيت. الباترن بيبقى اكوردنج للدايركشن اللي اليونيت بتاخده مع الانجري. في الديزي انجري بيبقى فيه نورمالي السكافويد بتميل انها تروتيت في فليكشن والترايكيوترم في اكستنشن. لو حصل تير ما بين الليجمنت اللي هو السكاف واليونيت، السكافويد بتروح في فليكشن واليونيت بتفولو الترايكيوترم في اكستنشن، فبتدينا اللي هو دورزل هايبر اكستنشن او الدورزال دايركشن اللي هي بنسميها الديزي اللي هي الدورزال انتركليتد سيجمنت انستابيليتي. العكس لو حصل تير للليجمنت اللي ما بين اليونيت والترايكيوترم بيحصل فليكشن لليونيت مع السكافويد والترايكيوترم هي اللي بتستنشن، ده اللي بيدينا الفيزي ديفورميتي. وفي ممكن تبقى زي ما حضرتك قلت النر او ريديال ترانسليشن او دورزال ترانسليشن احيانا. الباترن هي ممكن بتتقسم لاربع انواع، ممكن تبقى ديسوشيتيف نون ديسوشيتيف كومبلكس او ادابتيف. الديسوشيتيف المقصود بيها ان هي كاربال انستابيليتي في نفس الرو. ديسوشيتيف لو هي ما بين يعني تو بونز مش في نفس الرو زي تبقى راديو كاربال او ميد كاربال. الكومبلكس اللي هي فيها الاثنين زي البيريليونيت فراكشر ديسلوكيشن. الادابتيف اللي هنا ما بيبقاش فيه ترو انستابيليتي ولكن بيبقى فيه مال يونيون في الديستال اند ريديس. زي ما قلنا الديسوشيتيف بيبقى ابنورمال فانكشن اوف ذا جوينت بتوين بون ان ذا سيم رو. دي بتشمل في البروكسيمال رو عندنا السكافول يونيت ديسوشيشن، اليونو ترايكيوترم ديسوشيشن، سكافويد نون يونيون او مال يونيون. النون ديسوشيتيف ابنورمال فانكشن بتوين ريديس اند بروكسيمال رو or between post-carbon rows without disruption between pawns the same row. زي الميد-carbon أو زي الميد-carbon joint instability. الكومبليكس زي ما اتفقنا إن هي combination من الاثنين dissociative و non-dissociative، والمثل بتاعها هو pre-unit dislocation. الأدابتيف دي في حالات المال يونايتد ديستال إند ريديس. التريتمنت بيعتمد على الحاجات دي. إذا كان الكرونيستي
الكونسيستنسي، الايتيولوجي، اللوكيشن، الدايركشن، الباترن. لو احنا هنبتدي نمسكهم نوع نوع، اول حاجه احنا نتكلم عن الديسوشيتيف انستابيليتي في البروكسيمال روت، زي ما اتفقنا ان هم ممكن يبقوا انستابل سكافويد نون يونيون او سكافول يونيت او اليونوترايكيوترن ديسوشيشن. بالنسبه للسكافويد نون يونيون بيبقى فيه فليكشن الديستال بول بيخش في فليكشن، بروكسيمال بول بيفولو اليونيت والترايكيوترم ويروح في اكستنشن زي ما باين في الصوره هنا كده. فهنا العلاج بتاعها ان انا اعالج السكافويد، انه في الغالب لازم يتحط ويدج، بتبقى فولر ويدج. بالنسبه للسكافول يونيت هنا بيبقى الديسربشن في السكافول يونيت ليجمنت، واكتر بارت بيبقى او اهم جزء في السكافول يونيت هو الدورزال باند. في الحاله دي السكافويد بتروتيت في فليكشن واليونيت والترايكيوترم في اكستنشن. هو احنا بنعمل له كلاسيفيكيشن ل 5 ديجريز، البري دايناميك زي ما قلنا قبل كده ان هو بارشال تير، الدايناميك انا عندي كومبليت تير بس مفيش الاينمنت، الستاتيك في بيرمننت الاينمنت، جينيراتيف ابتدى يبقى فيه اورثو ارثرايتس، السكندري نتيجه كولابس حالات زي في حالات السناك ريست. اللي بيحصل ان السكافويد تروح في فليكشن، اللونج اكس بتاع السكافويد هو مش زي الرسمه دي، اللونج اكس في السكافويد انا المفروض باخد البالمر اسبيكت التيب ديستال وبروكسيمال وبناخد لاين ما بينهم. بالنسبه لليونيت ده اللونج ده الاكس بتاعها. الانجل المفروض لما بيحصل ديزي المفروض ان الانجل تزيد، احنا قلنا نورمالي هي من 30 ل 60 فالمفروض الاقيها اكتر من 60. كلينيكالي العيان بلاقي عنده بوزيتيف واتسون وبالو تيست. الاكس راي بالنسبه للاي بي فيو اول حاجه بلاقي اللي هو وايدنينج في السكافول يونيت جاب اللي احنا بنسميها تيري توماس ساين. المفروض نورمالي المفروض ان الجاب دي ما تزيدش عن 2 مللي، احنا بنلاقيها بتعدي ال 2 مللي. بنلاقي الرينج ساين ودي زي ما باين هنا، ودي سبب نتيجه الفليكشن اللي بيحصل في السكافويد. وبنلاقي لاك اوف باراليزم. نورمالي لو احنا بصينا هنا على اليونيت والترايكيوترم هنلاقي الارتيكولار سيرفيس في الاثنين اكنه لاين، تو لاينز بارلل لبعض. لما بيحصل ديسوشيشن ما بين السكافويد واليونيت بيحصل ديسربشن، يعني هنا هنلاقي ده اللاين ده بقى اكنه راوند وان ده ستريت. ده اللي هي اللاك اوف باراليزم. في اللاترال فيو هنلاقي المفروض ان السكافول يونيت انجل بتزيد زي ما قلنا بتزيد اكتر من 30. طيب المانجمنت بتاع السكافول يونيت بيعتمد على دكتور وائل. دكتور وائل معلش نرجع للصوره اللي قبل كده هون، استاذن حضرتك معلش. الجلولا لاينز ار فيري امبورتنت تو ايفالويت كارفل انستابيلتي بالظبط، فلو حضرتك برضو تشرحها لنا دهيا. ما هو زي ما قلت حضرتك احنا زي ما حضرتك شرحت الثري لاين ديستورتد في الاي بي فيو. تمام. It's very important لو انت بتبص عليها هتقدر انك انت to evaluate الحالة صح. You don't miss a case like a perilunate dislocation أو حالة زي كده. Sorry for interruption. لا وزي ما ده المفروض اللونج اكس بتاع الاسكافويد وده اللونج اكس بتاع اليونيت. دي الانجل، كل ما اليونيت هتروح دورزل يبقى اللاين ده هيتحرك الناحية دي، سكافويد كل ما هتخش فليكشن ده هيتحرك الناحيه دي، يبقى ده عشان كده الانجل بتزيد. التريتمنت بيعتمد على زي ما اتفقنا الكرونستي، يعني في الاكيوت كيسز ممكن اللي هي اقل من 3 اسابيع يبقى في فرصه انه يتعمل ريبير. الريبير ممكن يبقى اوبن او ارثروسكوبيك. في الكرونيك كيسز اللي هي اكتر من 3 اسابيع فرصه الريبير بتبقى قليله شويه. الريكونستراكشن هو اللي احنا بنلجا له اكتر. الريكونستراكشن هنا يعني ثلاث انواع كبار، يا اما انا بعمل كابسولوديسيس ان انا باخد جزء من الترانسفيرس كاربال ليجمنت وبريكونستراكت
الدورزال باند بتاعت السكافيولونيت ليجامنت، يا اما بعمل تينوديسيز باخد تندون جرافت بعمل ريكونستراكشن بيها، او بعمل بون تندون بون جرافت زي ما اللي في الصوره دي. المفروض ان انا باخد جزء من البون بتاع البيز بتاع السكند، وجزء من البيز بتاع الثيرد، وجزء من الليجامنتس اللي ما بينهم، وبنثبت وبنعمل زي جروف في اليونيت وفي السكافويد وبنثبتهم بميني سكرو اللي هو الكينويد تكنيك. دي صوره للتندونيز. سوري. في الكرونيك كيسز لما بيبتدي يحصل سناك ريست سلاك ريست، السلاك ريست درجات. في الستيج 1 بيبقى في ارثرايتس عند الريديال ستايلويد، ستيج 2 ممكن تاخد كل السكافويد فوسه، ستيج 3 بيبقى الميد كاربال جوينت اللي هو ما بين اليونيت والكابيتيت بيبقى افكتد، ستيج 4 ان اليونيت فوسه نفسها يبقى فيها ارثرايتس. في ستيج 1 او 2 ممكن نعمل ريكونستراكشن، نعمل اكسيجن للريديال ستايلويد ونعمل ريكونستراكشن للسكافول يونيت ليجمنت. ستيج 3 لا، هنعمل اكسيجن للسكافويد ويتعمل فور كورنر فيوجن زي ما باين في الصوره دي، السكافويد نفسها اتشالت وتعمل فيوجن فور كورنر فيوجن، او ممكن نعمل اليونو كابيتيت فيوجن بس مش هيبقى بوايرز بقى، هيبقى بهربرت سكرو. لو دخلنا في ستيج 4 ان اليونيت فوسة نفسها بقت افكتد يبقى انا كده هلجأ للتوتال ريست فيوجن. بالنسبة لحالة اليونو ترايكيوترال ديسلوكيشن او ديسوشيشن، الانجري في اللجمة اللي ما بين اليونيت والترايكيوترم، اليونيت هتفولو الاسكافويد وهتروح في فليكشن، الترايكيوترم هتبقى في اكستنشن، عشان كده دي بتبقى اللي هي الباترن فيزي ديفورميتي. السكافيولونيت انجل هتقل هتبقى اقل من 30. نفس القصه لو هي اكيوت كيس ممكن هعمل ريبير، لو هي ليت هنا هيتعمل فيوجن ما بين ده اللي انتاجه احسن ما بين اليونيت والترايكيوترم. الديسوشيتيف في الديستال كاربال رو فيري رير، بتبقى نتيجه يعني ماسيف تروما تعمل رابشر للليجامنتس، في الغالب بتعالج يا اما بريبير يا اما بفيوجن. الادابتيف زي ما قلنا بيبقى فيه مال يونيون في الديستال اند ريديوس زي ما باين في الصوره. هو العلاج هنا بيبقى ان انا كوركتيف اوستيوتومي للديستال اند ريديوس لانها ما تعتبرش ترو انستابيليتي. الكومبلكس انستابيليتي المثل بتاعها زي ما قلنا البيريلونيت ديسلوكيشن، والبيريلونيت ديسلوكيشن بيتم يا اما ثرو التندونز يا الفيلير بيبقى ثرو البون الليجمنت. هو ثرو الليجمنت او ثرو البون. البون والليجمنت. حتى السكافوليونيت ديسوشيشن بيعتبروه المرحله الاولى للبيريلونيت ديسلوكيشن، ان الفيلير حصل ما بين اليونيت والسكافويد وما كملش. تمام. هنا الفيلير ممكن يبقى في الليجمنت او ثرو السكافويد ويكمل، لو ثرو البون اللي هي بنسميها الجريتر ارك انجري، ثرو الليجمنتس بتبقى الليسر ارك انجري. دي صوره مبينه. طبعا هي اللاترال فيو دي من اكثر الانجريز اللي بتبقى ميزد، لانها في الاي بي فيو احيانا ما بتبقاش واضحه، لو حد بص عليها بسرعه في الاي ار ما بياخدش باله، انما اللاترال فيو بتبقى واضحه، مش محتاجه شرح. ادي اليونيت وادي ومع هذا مزد الليت برزنتيشن، ودي هتبان مع حضرتك اكتر طبعا، ان معظم الحالات اللي هتلاقيها بتوصل لعياده الهند بتبقى كلها حاجات نيجليكتد، فيما نظر ان اليونيت هي اللي يحصل فيلير في كل الليجمنتس، هي اللي ديسلوكيت بره الريست جوينت. في الغالب اللي بيحصل العكس، هي بتفضل في مكانها وكل الكاربال بون هما اللي بيديسلوكيت. المانجمنت بتاعها لو هي اتوانس بتعمل ريدكشن، فيما نظر ان هو كلوز ريدكشن ده احيانا بينجح لو هي في يومها، لو هي ديسلوكيشن حصل دلوقتي ممكن يترد كلوز، انما لو عدى عليه وقت لازم هيبقى اوبن ريدكشن ويتعمل ريبير للليجمنتس وفيكسيشن في الغالب بكي وايرز.
في الليت كيسز بيتعمل فيوجن او بروكسيمال روكاربيكتومي. الميد كاربال نون ديسوشيتيف انستابيليتي في الغالب بتعملها سوفت تيشو ريكونستراكشن. بس الحاجات دي نادره جدا. شكرا. If I may add, الحقيقة دكتور وائل, طبعا you have simplified ال presentation بتاعتك. أنا مش عايز بس إن إخواننا وزملائنا إن هم يفتكروا إن carpal instability is a simple issue that anyone can handle. Carpal instability is one of the most complex injuries اللي ممكن ان الهاند سيرجن الاكسبيرينسد هاند سيرجن تو ديل وذ. الدياجنوزز بتاعها از بروبلم, مانجمنت از ان ايفر جريتر بروبلم. سو بليز اف يو ار نوت ا هاند سبيشالست او هاند سيرجن, اتس نو ستيغما, اتس نو بروبلم, اتس نو ديفيشنسي في اي جراح ان هو يقول ان لا دي مش بتاعتي, لا روح لفلان هاند سيرجن. والحمد لله ان في كل جامعاتنا حاليا وفي كل المراكز التعليميه المستشفيات الجامعيه والمستشفيات التعليميه في وزاره الصحه there are hand surgeons who can deal with these cases. So please لما يجي لك حاجه فيها هاند انجري including a carpal instability, please refer it to the specialist في الهاند سيرجري to be able to deal it. ما هو تكمل الكلام حقيقي, هو الايديا من السمبلستي ان احنا مش عايزينها تبقى ميزد. حضرتك عارف كويس قوي ان يمكن هنقول 70 او 80% من الحالات بتبقى ميزد presented في الوقت اللي ما ينفعش فيه ريبير, بنروح للفيوجن والريكونستراكشن. الايديا كلها لو احنا قدرنا نشخص بدري في وقتها هيفرق, زي ما حضرتك قلت انها تتشخص كويس وتترفير لحد بيشتغل الكلام ده فهيقدر يمانج بشكل كويس. تمام. كان في سؤال دكتور وائل موجه لحضرتك. What is the approach of scaffold unit dissociation repair, and if you go dorsal what is the best way to open the capsule? هو الابروتش هيبقى دورزل. يعني انا متعود ان انا بفتح دورزل, ما بفتحش فولر عشان اعمل ريبير للسكافولينج. الفكره كلها ان انت لما بتيجي الكبسول, يعني انا بفتح ريكتانجلر بيزد على البيزد ريديال, تمام, وال الجزء الديستال يكون ان لاين مع الميد كاربال ليجمنت, ترانسفيرس كاربال ليجمنت, لان عشان لما تفتح وتخش لو انت قدرت تعمل ريبير اتس اوكي, لو ما كانش تقدر تاخد ستريب من الترانسفيرس ميد كاربال ليجمنت وتعمل بي تي نوديسيس. ويفضل كمان يعني في الغالب لو انت قدرت تعمل ريبير تعمل اوجمنتيشن له بالكابسول ديسيس. تمام يا فندم. حتى الان ما فيش اسئله تاني, ويعني طبعا احنا تشرفنا باستاذنا الدكتور محمد الماحي, ويعني استفدنا كتير جدا من محاضره حضرتك النهارده يا فندم, وبنشكر طبعا استاذنا الله يخلي حضرتك يا فندم. ربنا يكرمك. وبنشكر استاذنا الدكتور وائل عبد العزيز على محاضرته الجميلة.